وانتوا عارف المشكلة اسمه
دحين تسمعوني؟ تسمعوني بناتي؟ سمعتوني؟ يا ربي يسعدكم يا ربي، مرة أحبكم قد الدنيا ومرة وحشتوني وفي قلبي كده شوق إني أشوفكم. طيب حبدأ شرح، ما أعرف أنا كنت أشرح ترى قبل شوي قبل ما أنتوا تدخلوا، بس هعيد تاني عشان أشوف أسئلتكم. هشرح شيء موجود في بوابة عين، بس كم واحدة دخلت لي قالت لي قبل ما فهمت، فأنا جاتني صدمة عاطفية، فحشرح. وأي شيء أسألوني الله يرضى عليكم وقفوني. مدة التسجيل أو مدة الاجتماع هذا نص ساعة فقط، والله أحب قلبكم يا ربي يسعدكم. طيب نبدأ تاني، هرجع أشرح مرة تاني تمام، فحسوي مشاركة عشان تشوفوا عرض الباوربوينت. تشوفوا عرض الباوربوينت؟ فرحوني، تشوفوا العرض؟ كان فيه وراح دحين تشوفوا تمام، يا ربي يسعدكم. هذه صياغة حل المسألة، تم شرحها قبل كده في عين، حطيت لكم كنت روابط. قولوا لي إنكم فاهمينا؟ صعبة؟ فيها مشاكل؟ شرح عين كويس؟ ايوه ايش؟ اديني جملة مفيدة لو سمحت يا ريماس، يا لمار، جملة مفيدة فهمتها بس مو مرة. هذه أبلة مرة سهلة لمار تقول، يا ربي يسعدها. طيب اشرح سريع تمام؟ هشرح سريع. إذا تعرفوا أي أحد عندكم جروبات للبنات بالله نادوهم. حاضر، دحين تصير ما تلخبط بإذن الله، هي بسيطة وسهلة وأنتم ما شاء الله عليكم ما ينخاف عليكم، ما شاء الله عليكم شطار. شاطرة بنتي، كويس. طيب يلا نكمل أو نبدأ على السريع. صياغة حل المسألة، هذه الوحدة السادسة، لا يا ابن ريم، هذه الوحدة الخامسة. الوحدة الخامسة حنتكلم فيها عن صياغة حل المسألة، يا ابن ريم الوحدة السادسة سوري. طيب سابقا كنا اتفقنا إنه الحاسب ما يفهم إلا صفر واحد، جميل؟ صفر واحد وما يعرف غيره، مهما تطورنا ومهما الروبوتات حتى حكمت العالم ما يعرف غير صفر واحد لأنه جهاز تمام. عشان ينفذ أوامرنا لازم نستخدم لغة نتعلمها إحنا، بعد كده أقدر أعطيله الأوامر. هذه اللغة اللي تعلمتها أنا هو ما بيفهمها، هي لي أنا عشان أنا أعرف أعطيله الأوامر. كل لغة يتم تحويلها إلى صفر واحد على طول، مع كل لغة في مترجم خاص يتم تحويلها إلى صفر واحد. جميل. طيب علشان ينفذ الحاسب مهمة أو أمر ما، لازم أفصل له تفصيل ممل دقيق جدا كيف راح يسوي هذه المهمة. أبغى شاهي، عشان المفروض ما أقول له روح سوي شاهي أو يا روبوت سوي لي شاهي، لا، لازم أعطي له الخطوات اللي يسوي فيها الشاهي. أول شيء يا مسلم لازم تجيب غلاية، بعد ما تجيب الغلاية تعبيها موية، بعد ما تعبيها موية تضغط الزر، بعد كده تستنى شوية، بعدين تجيب كاسة، بعدين تحط سكر. خطوات تؤدي في النهاية لأداء المهمة كاملة تمام. هذا نسميه تفصيل منطقي دقيق. في البداية المهمة اللي أعطيها اللي أبغى الحاسب يسويها نسميها مسألة أو مشكلة تمام، بعد كده تتحول إلى برنامج. عشان أخليه يحل مسألة أو مشكلة لازم أتبع أسلوب حل المشكلات، وهذا الأسلوب حنقسمه قسمين. قسم ممتاز يا لمار، لازم أفصل له تفصيل دقيق تمام. في حل المشكلات أو حل المسائل عندي مرحلتين، مرحلة على ورق أنا أفهم مع نفسي وأحط خطواتي وأعدل عليها لحل المسألة والمشكلة، بعد كده أنتقل للحاسب وأكتب برنامج. حنلاحظ إنه في لما أكون على ورق يكون اسمها مسألة، لما أتحول على الحاسب حتصير اسمها برنامج. جميل جدا. فمرحلتين، صياغة حل مسألة هذه اللي على ورق، أفهم فيها المسألة وأحدد عناصرها، أكتب خوارزم، والخوارزم هي
الأوامر المنطقية المسلسلة، نسميها خوارزم نسبة إلى عالم مسلم خوارزمي. وعالم المسلم الخوارزمي هذا بيقول لك لو إنه عاش أو إنه كمل تجاربه كان الفضل في اختراع الحاسب يعود للمسلمين، بس هو مات وما حد مسلم من بعده، خبنا صرنا خايبين من بعده. ما علينا، بعد ما أكتب الخطوات الخوارزمية لازم أرسم شيء اسمه مخطط الانسياب، حول الخطوات هذه لرسمة جميلة سهلة كده، أكون قمت بصياغة حل على ورق. بعد كده أنتقل للكمبيوتر، شوفي حيصير اسمه برنامج، والبرنامج هتعلم فيه لغة برمجة زي ما اتفقنا. بعد كده تترجم الأوامر اللي كتبتها إلى لغة الآلة، وهذا أنا ما لي يد فيه أبدا، كل لغة معاها مترجمها هي اللي بترجم، أنا ما أسوي ولا شيء كمبرمجة. بعد كده أختبر برنامجي، أشتغل ما أشتغل فين الخطأ، تمام؟ جات أبلة فايزة، حياك يا فايزة. نكمل. أهم أهداف لتعلم صياغة حل المسألة إني أكتب برنامج للحاسب، أيضا تعطيني مهارة إني أعرف أفكر لحل مشكلات وأعرف أخطط للحياة اليومية. الحاسب يبرع في حل المسائل الحسابية والمنطقية، وأنا هنا ما بعلمك رياضيات، لا بعلمك كيف تفكري منطقيا فقط، نستعين بمسائل رياضية علشان نعرف كيف نفكر منطقيا، تمام. نبغى الحاسب يحل أو ينفذ مهمة إنه هو يحسب لي مساحة المستطيل، حمشي على الخطوات. أولاً على ورق، وهذا اللي حنسويه الآن، نفصل على ورق حكاية اللي أكتب برنامج، هذا في الباب السابع والأخير. الآن أنا على ورق هحلل المسألة، أعرف مدخلاتها، إيش هي البيانات اللي أحتاجها عشان أوصل لنتيجة، أعرف مخرجات المسألة، إيش هي النتيجة، إيش المطلوب أو ما المراد التوصل إليه، وأكون عارفة عملية المعالجة. المعالجة قد تكون منطقية أو قد تكون حسابية. حللت مسألتي، أنتقل للخطوة اللي بعدها، أكتب خطوات الحل أو نسميها الخوارزمية، واللي هي الأوامر مسلسلة تسلسل منطقي. أخيراً أحول الخوارزمية هذه لرسم. طيب بعد كده نأخذ مثال اللي هو مساحة المستطيل، وهذا اللي انشرح على عين. مرة ثانية نقول أحلل، أول خطوة عشان أخلي الكمبيوتر يحل هذه المسألة بنفسه، أنا على ورقة الآن أبدأ أحلل مسألتي، ما هي المخرجات من مسألة إيجاد مساحة المستطيل. المسألة تقول قومي بصياغة حل لإيجاد هذا المطلوب مساحة المستطيل بشيء معلوم عندك اللي هو طول وعرض، طول المستطيل وعرضه، وهذا القانون. مرة ثانية إحنا ما بنتعلم رياضيات، إحنا بنتعلم كيف نفكر منطقيا. إذا عرفنا نفكر منطقيا هنعرف نعطي الأوامر للكمبيوتر وهو ينفذها بدون أخطأ. تعالي نحلل المسألة. تحليل المسألة يعني أوجد ثلاث أشياء: مدخلات ومخرجات وعمليات معالجة. المخرجات في مساحة المستطيل هي مساحة المستطيل، المطلوب من المسألة إيجاد مساحة المستطيل، رمزت لها برمز ما، أي رمز، هنا أنا قلت أي. المدخلات اللي هي البيانات اللي أحتاجها عشان أوجد مساحة المستطيل، أحتاج مين؟ قول، وأعطيته رمز T، وعرض، وأعطيته رمز W. أقدر أعطي أي رمز في الحياة، أقدر أعطي أي رمز، أنا هنا بس هذه افتراضاتي أنا. بعد كده أحدد عملية المعالجة، عملية المعالجة هي القانون، أستخدم الرموز للتسهيل. مساحة المستطيل اللي قلت لها A، وأحط كم القانون تساوي T للطول ضرب الـ A. أنا كده خلصت تحليل عناصر المسألة. الخطوة الأولى لورق، أحلل عناصر المسألة، أعرف مدخلاتها ومخرجاتها وعمليات المعالجة. بعد كده راح أروح للخطوة الثانية اللي هي الخوارزمية. قلنا الخوارزم في تعريفه هي أوامر مسلسلة تسلسل منطقي تؤدي إلى الحل، أوامر أعطي أمر. طيب الخوارزمية تعتمد على تحليل عناصر المسألة، حبدأ بمين لما أجي أحل مسألة مساحة المستطيل؟ حبدأ بالمخرجات والمدخلات والعمليات المعالجة، ها بناتي ردوا عليه، حبدأ بمين منطقياً كده عشان أحل مسألة مساحة المستطيل؟ أنا حللتها، حبدأ بالمدخلات، ممتاز ممتاز يا فايزة، يا ربي يسعدك يا فايزة، وحشيني أنت وشعرك المضفر قد الدنيا. طيب ما علينا، حبدأ بالمدخلات، فأنا حاعطي أمر، أمر الأمر فعل الأمر من المدخلات إيش هو؟ ها أيوة
شطار. تمام يا ريماس، مدخلات. أعطيني فعل الأمر من كلمة مدخلات. أنا بكتب خوارزمية. أدخل، ممتاز. أدخل من مدخلات، فأدخل وأكتب الرموز اللي أنا حطيتها لي، الطول والعرض. أدخل الطول والعرض. بعد كده راح أجري منطقيا، أعطيت الكمبيوتر طول وعرض، إيش أقول له يسوي فيها هذا الطول والعرض؟ حنتقل لعملية المعالجة، حنتقل لعملية المعالجة، والمعالجة هنا حسابية. ففعل الأمر، فعل الأمر من العملية الضربة الحسابية هذه أحسب. تمام؟ أحسب وأحط له القانون. صار أدخل بالمدخلات، أحسب من عمليات المعالجة، أخيرا المخرجات. في المخرجات راح أقول له أطبع أو أخرج، it's okay. بس الكمبيوتر لما يخرج عادة يخرج مطبوعات، إما على ورق أو على الشاشة. وأنهي بأمر النهاية. لو ما قلت له نهاية حيفضل البرنامج شغال. النهاية هذا عشان ينهي البرنامج ويوقف. سؤال؟ سؤال هنا يا جميلات؟ أي سؤال؟ عشان باقي 5 دقائق بس وينتهي هذا الاجتماع. نرجع. في سؤال؟ في سؤال؟ طيب يا دمار واضح. الباقي؟ طيب تمام. كويس الشرح؟ سامعيني كويس؟ فاهمين إن شاء الله؟ والله أحب قلبكم كلكم، يا رب يسعدكم. طيب نكمل. حللنا، قلنا في صياغة حل المسألة 3 أشياء رئيسية: أحلل، أعرف مدخلات ومخرجات وعمليات معالجة، أكتب الأوامر الخوارزمية المسلسلة منطقيا، آخر شيء أرسم هذه الأوامر. تعالي نشوف لي الرسم، رسم مخططات الانسياب. كل أمر من أوامر الخوارزمية له شكل يترسم فيه. أول شيء الشكل البيضاوي، هذا بيضاوي للبداية والنهاية. يعني أول ما أبدأ أرسم يا فايزة أرسم شكل بيضاوي، ولما أنتهي أنتهي بشكل بيضاوي. تمام؟ بعد كده إذا واجهت عملية إدخال راح أستخدم الشكل متوازن المستطيلات، هذا اللي هو أطرافه مائلة. إذا واجهت عملية إدخال أو طباعة إخراج. إذا واجهت عملية حسابية أستخدم الشكل المستطيل. عمليات ضرب، قسمة، طرح، لوغاريتمات، جذور إلى آخره أستخدم المستطيل. إذا واجهت أمر قرار أو أمر منطقي مقارنة أكبر أصغر أستخدم المعين. والسهم لربط بين الأشكال. الدائرة نستخدمها إذا كانت الرسمة طويلة، وإحنا ما راح نكتب رسمات طويلة. تعال شوف الرسم. الآن حللنا، كتبنا خوارزم. أبدأ أرسم الخوارزم. دائما أبدأ بالبداية شكل بيضاوي، أكتب بداية جوته. بعد كده طالع رقم 1، أدخل من الشكل المناسب للإدخال. الشكل المناسب للإدخال اللي هو متوازي الأضلاع. فمتوازي الأضلاع أرسمه للإدخال. شايفة خطوة 1 صارت أدخل مكتوبة داخل شكل متوازي أضلاع لأنه هو هذا المناسب لها. بعد كده أحسب عمليات حسابية، هيكون الشكل المناسب للعمليات الحسابية، معالجة حسابية اللي هو الشكل المستطيل. فأرسم مستطيل وأكتب فيه الخطوة نفسها. نيجي عند أطبع. عملية الطباعة عملية، هاي ثاني أول عملية الطباعة عملية إدخال ولا إخراج ولا حساب؟ إخراج، ممتاز. والإخراج والإدخال يشتركوا في شكل واحد، أحسنتم الله يرضى عليكم. مو إدخال يا بالتلمار، إخراج. تمام، إخراج عملية الطباعة عملية إخراج. فأختار الشكل متوازي الأضلاع وأكتب فيه وأنهي بالنهاية الشكل بيضاوي. لاحظوا إنه كل شكل له رسمة، البداية والنهاية بيضاوي. طيب أنا ما أمزح. ها واضح؟ واضح حبايبي؟ نيجي للتطبيق. شوف كم باقي بس من الوقت، كم باقي من الوقت يا كريمة؟ باقي دقيقة واحدة فقط. طيب يصير أرفع لكم التطبيق هذا على البوابة وحلو. طيب تبوا شيء؟ تبوني أسوي لكم شيء؟ قولوا لي. أي شيء تبغوه حبايبي؟ توصوا أسوي شيء؟ تبغوا اجتماعات زيادة؟ تبغوا ما أعرف؟ تبغوا جروبات؟ تبغوا أي شيء يريحكم؟ قولوا لي عليه.
أرسلوا لي رسائل على البوابة، أرسلوا لي مسج عادي، أدخلي على البريد وسوي إرسال رسالة، أي شيء أي أحد يبشي يرسل لي رسالة. طيب حبايبي، مرة أحبكم. العملي ما أعرف كيف بيكون يا لمار، لسه بتواصل مع المشرفات وإذا نشوف التنسيق، إن شاء الله نلاقي حل، بإذن الله نلاقي حل. قبل إذا تسوي جروب، تبقى جروب على التليجرام صح؟ بس نزلنا توصيات إنه ممنوع جروبات التليجرام والواتساب ودي الأشياء، وأنا خوافة قبلتكم تخاف، ما تبقى مشاكل، ما تحب أحد يتكلم عليها ولا مسكينة. طيب أحبكم قد الدنيا، الله يحفظكم ويحميكم، انتبهوا على نفسكم وغسلوا يدكم مرة كويس وانتوا داخلين وانتوا خارجين، الله يحميكم ويحفظكم ويخلي لكم أحبابكم يا رب. حشوف موضوع العملي هذا، حشوف موضوع العملي، أبشروا، حشوف مع المشرفة ايش تقول ونخلص وأقول لكم. طيب حبايبي تمام، يلا استودعكم عند رب العباد، وأنا اشتقت لكم والله، واشتقت أشوف عيونكم الجميلة والقلوب اللي تخرج منا. يلا فأمان الله حبايبي، استودعتكم عندكم، مع السلامة.